مكلفة بقطاع النظافة بجامعة تمارا تحتفلون اليوم باليوم العربي للبيئة بإقامة الهناء، أحد الإقامات النموذجية بمدينة تمارا. شنو الكلمة ديالكم في هذا الإطار؟ في إطار كما قلت بمناسبة اليوم العربي للبيئة، وفي إطار يعني عقد تدبير مفوض لتجمع جامعة تمارا بشركة أوزون تمارا برو، اليوم حنا متواجدين في إقامة الهناء، واحد الإقامة نموذجية من جامعة تمارا، لباو الطلب وبينوا الرغبة ديالهم بالاستفادة من هاد الخدمة الجديدة اللي غادي تضاف لنا خدمة يعني جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، وهي خدمة الانتقاء القبلي للنفايات المنزلية، يعني لو تري سيليكتيف، الفرز من المنبع. هذه العملية هي يعني ماشي سهلة كبداية باش أن المواطنين يتواجهوا معها، ولكن يعني مع الممارسة والمداومة غادي نولفوا عليها وغادي يبداو يديروا لنا الفرز ديال النفايات من المنزل ديالهم، عاد يهبطوا لنا الحاويات مخصصة لهذا الغرض. اليوم عندنا واحد الحاويات مختلف الألوان، يعني ثلاث أنواع ديال الحاويات، هناك حاويات مخصصة للبلاستيك، حاويات أخرى مخصصة للمعادن والزجاج، ونوع ثالث من الحاويات اللي هو مخصص للكرتون والأوراق. يعني الغاية من هذه العملية هذه هو أننا نقلوا من كمية ديال الأزبال ديال النفايات اللي تتراكم وتتخرج، يعني لي باك ولا الحاويات الموجودة في الشارع العام، وكذلك يعني عندها مجموعة من الأهداف، سواء يعني أهداف بيئية أو أهداف اقتصادية، ولما لها من يعني الغاية ديالها هو أن الحفاظ على البيئة، ويعني تقليل من الانبعاثات الغازية، وكذلك يعني توفير الطاقة اللي تنخدموا بها والموارد الأولية، وكذلك من الناحية الاقتصادية كيف ما تنعرفوا بأن هذه النفايات راه هي يعني ثروة، دير لنا واحد الثروه، واحد يعني اون سورس دو فالور عندنا بار لا سويت، وتنحاولوا انها باش التدوير ديالها يعني تخلينا اننا نعاودوا ننتجوا مواد اخرى جديده او لنفس هذه المواد. ملي يعني تكون عندنا حنا العمليه ديال الفرز القبلي، تكون عندنا هذه المواد يعني بحال تكون جديده، يعني حتى من ناحيه التدوير ديالها تتستغلش واحد الوقت كبير، وتتكون باقا خوب يعني اليطا بريماتور ديالها كيف ما تنقولوا. يعني تنتمناو بان الناس يتواجدوا معنا، وان السكان ديال هذه الاقامه ولا الاقامات ان شاء الله اللي غادي نمشيو ليهم، يعني الدعوه راه مفتوحه لجميع الاقامات اللي بغاو ينخرطوا معنا في هذه العمليه، انهم يتواجدوا معنا وينخرطوا يعني جديا في هذه العمليه هذه، باش تنطمحوا اننا مستقبلا نحاولوا نعموها على صعيد الجماعه ديالنا، ويولي يعني هذه العمليه ديال الفرز يعني واحد الحاجه اللي هي بديهيه، واللي يديروها جميع المواطنين وجميع السكان من المنازل ديالهم، ويحاولوا انهم يعني هاد الفكره يربيوها في الاولاد ديالهم وفي الاجيال المقبله ان شاء الله. السيده مريم بحر، قلتي في الكلمه الترحيبيه في اقامه الهناء ان هذه الدعوه وان هذا التنسيق مفتوح في بجميع الاقامات في مدينه تمارا، يعني الساكنه ديال الاقامات ما عليها الا تتواصل مع جامعه تمارا واوزون برو باش تكون مستفده من هذه العمليه. صحيح، يعني هي الدعوه مفتوحه للجميع، حنا بدينا بهذه الاقامه كانطلاقه ديال هذه العمليه، ولكن راه جميع الاقامات الموجوده في جامعه تمارا اللي هما بغاو يستافدوا من هذه الخدمه يتواصلوا معنا، يعني مع الجماعه ديالنا ولا مع شركه اوزون تمارا برو، وحنا ان شاء الله راه حنا في الخدمه غنجيو عندهم غنلبيو الطلب، وغادي نحصلوهم على الحاويات المخصصه لهذا الغرض. كذلك يعني كاينه واحد الشاحنه اللي هي مخصصه لجمع النفايات، ما غاديش يدوز الشاحنه المعتاده، غتكون واحد الشاحنه اللي غادي تدوز بواحد الاوقات، حيتاش الغايه اننا ما نجمعوش النفايات كلها بقا وحده، غادي يكون يعني طيله ايام الاسبوع عندنا يومين في السيمانه مخصصه لواحد النوع من النفايات، يعني بحال دابا الاثنين والخميس باغ اكزومبل غادي يكون مخصص للزجاج والمعادن، والثلاث والجمعه غادي يكون البلاستيك، والاربع والسبت غادي يكون النوع الثالث من النفايات. استاذه مريم بحار، بحكم التواجد الميداني ديالك على الصعيد المحلي بجامعه تمارا وفي قطاع النظافه وهذا يسجل لكم، هل من تقييم مقتضب على العمل ديال استغلاليه اوزون على مستوى مدينه تمارا طيله الوقت اللي اشتغلتوا معاه؟ ايوا الحمد لله، حنا يعني خدامين بواحد التعاون يعني مستمر، وبواحد الطريقه ديال العمل اللي هي يعني تواصليه، وكاين واحد التواصل اللي هو دائم ما بين الجماعه ديال تمارا وموظفي مصلحه النظافه، وكذلك عمال واطور شركه اوزون تمارا برو بجامعه تمارا. الحمد لله يعني العمل راه هو يعني غادي في واحد الاطار اللي هو توافقي، وبشهاده يعني بعض السكان وبعض المواطنين بان المدينه الحمد لله غادا من حسن الى احسن. تنتمناو هاد العمل يكون، وهذا الشيء يعني راه ما تجيش راه هكا عبثا، تجي بواحد الشغل اللي هو يومي، بواحد الشغل اللي هو مستمر، واحد المراقبه اللي هي مكثفه على الشركه من طرف اطر جامعه تمارا ومن طرف مكتب الدراسات. الحمد لله يعني حنا تنشتغلوا في يد وحده، الغايه ديالنا هي النظافه ديال المدينه والحفاظ على الجماليه ديالها. شكرا جزيلا. أولا تنشكركم على انطلاق هذه العملية من الإقامة ديالنا، إقامة اللي غادي نحتفلوا إن شاء الله في 2024 في الذكرى ديال 30 ديال تأسيس هذه الإقامة،
حقا تجعلنا نفسحوا هذه الإقامة لمدة 30 سنة، هي مدة اللي استطعنا على أننا جميع المكاتب اللي دازت في هذه الإقامة على أننا استطعنا نحافظوا على عملية النظافة. في الحقيقة كنا حنا أول لقينا بعض المشاكل فيها، تنظر على منذ انطلقت هذه المكان كان ملزوم منا وكان مطالب منا على أننا نحتوا السكان على أن ماشي كل واحد يحط الزبل ديالو حدا دارو، يخرجوا خارج الإقامة. العملية هذه توفقنا فيها الحمد لله بالتواصل مع السكان وبالوعي المتقدم ديال السكان من ناحية النظافة. أنا تقول هذه العملية هذه الآن الحالية هي عملية متقدمة كذلك، لأننا يمكننا نفتخروا كمدينة أو كبلد على أننا تنتقدموا من حسن ما نشوفوا في هذه البلاد، وعلى أن ما تم إنجازه خاصة في مدينة الرباط وزمارة من المساحات الخضراء ومن جمالها داخل المدينة، أننا الآن تنشوفها على صعيد مدينة زمارة، وهذا بفضل الجهود المتضافرة. أضيف أنا أضيف كذلك على أن هذه العملية هذه ديال الحاويات غادي تكون بنفس العملية اللي درنا من قبل، على أننا بتواصلنا المستمر مع السكان على أننا نحسهم بهذه العملية، لأننا تنبقوا كاملين بعض الحالات على أننا تبدا تشتم روائح كريهة نظرا لطبيعة الأزمان اللي عندنا. كنظن بهذه العملية هذه غادي نستطيع على أننا أولا نخفوا الغباء على حتى الناس ديال كذلك على أننا نشكرهم اللي يشتغلوا لنا معها في هذه العملية وتسهلوا على النظافة ديالنا، وبالتالي هذه العملية هذه غتستلم المنازل في داخل كل منزل، وأنا في الحقيقة بسبب حضور لينا كنا عند الأطفال اللي تسوما حاسين بهذه العملية واللي تيطلبوا كان بعض الإخوان كذلك اللي كانوا تيديروا هذه العملية، ولكن الآن غادي نقوموا بهذا بشكل منتظم ومنظم أنا من داخل المنزل ديالنا غنقوموا بهذه العملية ديال الفرز. هذا النوع من الحاويات يعني الغايه منه هو المحافظه على البيئه، ومن غادي يكون عندنا يعني فرز النفايات من المنبع يعني لو تري سيليكتيف، هذا الشيء تيعاوننا على بزاف ديال الامور، منها يعني من الناحيه الاقتصاديه ما فيها من تطوير النفايات عنده واحد الربح مادي، ومن الناحيه البيئيه الحفاظ على الجماليه ديال المدينه والحفاظ على البيئه والتقليل كذلك من الانبعاثات الغازيه، وهذا الشيء يعني كله تيدخل في واحد الاطار ديال واحد العقد ديال التدبير المفوض اللي تيجمع جماعه تمارا مع شركه كوزون تمارا برو باش تنحاولوا نديروا هذه العمليه ديال لو تري سيليكتيف. فرز النفايات كذلك واحد العمليه احنا رأينا اننا نبداوها في الاقامات اللي غادي نبداو بكم كإقامة نموذجية، وغادي نحاولوا نعموها على جميع الإقامات المتواجدة بجماعة تمارة من بعد، يعني على أمل أننا نحاولوا نعمموا هذه الخدمة على جميع يعني السكان وعلى المدينة بأكملها، يعني يتواجدوا يعني هذا النوع من الحاويات حتى في الشارع العام. ولكن في البداية كيف ما تتعرفوا احنا باش نحاولوا ننجحوها غادي نقتصروا كبداية أنهم يكونوا داخل الإقامات المغلقة، على أمل أننا نشوفوا يعني مدى النجاح ديال هاد الخدمه ديال جمع النفايات من المنبع، ونشوفوا يعني التجاوب ديال السكان والتجاوب ديال المواطنين معها. اللي تنطلبوا منكم كسكينه وكمواطنين جماعه تماره هو اننا نتعاونوا جميع باش يكون تضافر الجهود لا ديالنا لا ديالكم باش نحاولوا ننجحوا هاد الخدمه هذه، ونحاولوا نبينوا يعني الوعي الثقافي ديالنا والثقافه ديالنا والتربيه ديالنا على النظافه، ونربي وليداتنا والجيل القادم ان شاء الله. نخلي الكلمه للاستاذ جواهري. السلام عليكم. بدينا اننا نفتتحوا بها ونبداو بها هذه العمليه ديال فرز النفايات اللي غادا تكون يعني فرز النفايات من المنبع. غادي يكون هنايا واحد لي باك اون كولور، كل وحده كل حاويه مخصصه لواحد النوع من النفايات المنزليه والمشابهه لها. كيف ما تشوفوا عندنا يعني حاويات مخصصه للبلاستيك. اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.